إذن دكتور الرضا هو شعور قلبي. نعم. أن توقن أن ما جاء من الله هو الخير. هو الرضا رضا في القلب. نعم. وحمد باللسان وشكر الله على ما أتى. شكر كمان. نعم. إذا واحد اثنين عن طبيب، واحد معه التهاب معدة حاد، فالطبيب أخضعه لحمية قاسية جدا جدا جدا، قال له حليب 6 أشهر، والثاني معه ورم خبيث منتشر بكل جسمه. الأول سأل ماذا أكل؟ قال له حليب فقط 6 أشهر، والثاني قال له كل ما شئت. أنه أفضل حمية مع أمل بالشفاء لما أن تأكل كما تشاء وما في شفاء في موت؟ شو الآية تقول؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. سبحان الله سبحان الله. وعكس هذا الرضا أن أؤمن في داخلي أن ما جاء من الله هو خير مطلق، وإن دعت بشريتي إلى الحزن أو الخوف فهذا لا يتعارض مع الرضا، ما بيتناقض أبدا مع الرضا، لكن كما تفضلت اليقين بيتناقض مع السخط. نعم. شو عامل لك يا ربي؟ ليش فلان معه الممعين؟ هذا هو السخط، هذا السخط سواء نعم. تلفظ به أو آمن في قلبه، مو شرط تحكي، هذا السخط. وهنا يأتي الحديث فمن رضي فله الرضا من الله سبحان الله، ومن سخط معناها ما بيعرفه لله سبحان الله. السخط مو لأنه سخط، ما بيعرفه. جميل. إذن قلب يوقن بأن ما جاء من الله خير، وإن دعت بشريتنا إلى نوع من الخوف أو الحزن طبيعي. نعم. لكن لا نسخط فنغضب ونعترض على أمر الله، ولا بذات الوقت الإنسان يدعي المثالية ولا نقول بشرية. يا رب إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. جميل. طيب شيخ الكريم، كيف يمكن للإنسان أن يصل مرتبة الرضا؟ يعني أحيانا الإنسان يسخط يغضب يتعب، كيف يتنازل عن هذه ويصل للرضا؟ بقدر معرفتك بالله ترضى. نعم. الرضا قليل بيكون معرفة قليلة، فإذا زادت معرفته بالله الرحمة كلها عند الله ونعم بالله. أبدا. رحمن رحيم، رحمن في ذاته، رحيم بأفعاله. لما بتجي مصيبة وتمنع إنسان من المعصية وتاب وصار عالم كبير ولي كبير، بدوب محبة للمصيبة اللي اجته. يعني أب طبيب وعنده ابن جاءه بعد 10 سنوات من زواجه، وكان جميل الصورة وتعلق به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الطبيب الأب الرحيم الولام بابنه مع ابنه التهاب زائدة، بيتخذ الأب الطبيب قرار بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. هيك فعل الله عز وجل. النقطة الدقيقة بس بهمني اشرحها بس بدقة بالغة. كل شيء وقع بال5 قارات من آدم ليوم القيامة، في أوسع من هيك دائرة؟ دائرة مكانية بال5 قارات وزمانية من آدم ليوم القيامة. كل شيء وقع أراده الله، يعني سمح به لحكمة إلهية، لم يأمر به ولم يرضه. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة سبحان الله. يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، الله يفتح لك. والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. حسنك. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، يعني شر مطلق بالكون ما فيه، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، يعني شر للشر. ودور الإنسان أن يرضى بأن ما وأن يؤمن بأن ما جاء من الله خير. الله يفتح لك يا دكتور. لكن إذا إنسان رضي وما فهم الحكمة كسب أجر كبير. نعم. لأن أحيانا الحكمة تكون مخفية، مخفية، لكن بعد حين في ظاهرها شر، يكافأ هذا الراضي ببيان الحكمة. وحينما تخفى الحكمة فيذوب المؤمن خجلا من الله. حينما تخفى الحكمة يكون اليقين يقين، فالأجر